قل إن خير الناس بعد محمد وثيرهم قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة. تأمل قول المؤلف باطنا وظاهرا، وسيأتي معنا مزيد لهذا الأصل. يا سلفي، إن كنت سلفيا فالسلفية ليست فقط في الرد على المبتدع، وليست فقط في الجرح والتعديل، وليست فقط في تحميض الوجه ومد الشفة وإهانة أهل البدع. السلفية حتى في قيام الليل، السلفية حتى في المواظبة على الصلوات والسباق إلى الصف الأول، السلفية في الخشية من الله، السلفية في سكب الدموع والخوف والبكاء والوجل من ربي عز وجل، السلفية في رحمة الصغير وإقراء الضيف والكرم، السلفية في الحلم في الصبر، السلفية تكون في بر الوالدين وفي صلة الأرحام. السلفية كالإيمان، كما أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكذلك السلفية أعلاها التوحيد والسنة والعقيدة والثبات على رسول الإسلام، وأدناها الآداب حتى لو كانت آدابا يسيرة، من إمارة الأذى عن الطريق، من الإعانة المحتاج، من إغاثة الملهوف، من إقراء الضيف، من خدمة الصديق. هذه السلفية الحقة. فكن سلفيا بكل ما كان عليه السلف ظاهرا وباطنا كما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. هذا هو السلفي الحق. نعم.